بس انت اللي فكرك بالدكانه بعد العمر ده كله يعني؟ لا دي قصه طويله. وماله؟ اسمعها. بس انا مش فاهم ازاي ما افتكرتكيش. تفتكرني ليه؟ لا اصل طالما عشت هنا يبقى اكيد لازم افتكر. انا اهلي سابوا السوق انا عندي 4 سنين، فاكيد ما حدش فينا هيفتكر حاجه. صح اكيد. انت عايش هنا بقى ولا بره؟ هو ايه كل الاسئله دي؟ هو انت حكم دار السوق؟ ايه ده، انت عرفتيني ازاي؟ انا اسمي طه القماش، حكم دار المحروسه كلها. محروسه حته واحده؟ هعدالك المره دي، يعني دي مش الاصول يا بنت الاصول. انت هتوريني الدكان فين ولا اتصرف؟ اتصرفي. خلي بالك من نفسك. حضرتك عايزه تشتري حاجه؟ مش لازم الجلابيه نص عمر. ميرسي قوي. عندك فكره دكان استاذ امين عبد الهادي فين؟ دكان مين يا مدمازيل؟ امين عبد الهادي. لا مش موجود في السوق غير الجديد نوفي ده. بس يا جدع انتوا يا جدع هتفسح من هنا اهو. جاي تشتري قماش ان شاء الله يا هانم. محل اهو. معلم رشاد. مش نمره واحد. لا لا ميرسي. نمره واحد. ميرسي. واحد. طب ممكن تشاور لي عليه هو فين بس وانا هتصرف؟ تشاور لي بس. هو ايه معلش؟ الدكان. اه الدكان. اتفضل. بقول لك ما ادانيش فرصه اتكلم. وهل شالها من دماغك؟ هعمل ايه تاني؟ طب والعمل؟ خلاص بقى، العمل عمل ربنا. انا عملت اللي عليا عيش. دول هيجوزوني واحد تاني، انا كده هتفضح. لا ما تعملي انت حاجه بقى يا عيشه، وبوظي موضوع الجوازه ده لحد ما يحلها حلال. وبعدين بطلي تقولي دم بقى، هو انا قلقان منك ولا من مشاكل السوق؟ عرفت بقى اسماء الدكان الاحمر ليه؟ لا انا اقول لك. الدكان ده مقفول من زمان. كبارات السوق لما كانوا بيذبحوا قدامه، بيحطوا ايديهم في الدم بعدين على الدكان، فلونه بقى احمر، فسموه الدكان الاحمر. على فكره انا اللي كاتب صالح هناك كده. بس مش انت اسمك طه؟ اه صالح ده اخويا. سافر بقاله فتره بس ما رجعش. بس هيرجع ان شاء الله. ان شاء الله يرجع بسلام. اتفضلي.